بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، شوطنا العاشر الذي خصص للجعدان انطلق منذ لحظات من قبل لجنة هذا الميدان. شوط ان شاء الله جميل ومثير للغاية. شوط ما شاء الله تبارك الرحمن، شوط تبارك الرحمن يا ابو صباحي. حبشان في المركز الاول، سالم الحميد الشاعر العليلي نقل على المركز الثاني، الاسد منصور بن سالم العلي البلوشي ايضا حاضرا مع الاسد، يلا يا راعي الاسد. بينما المركز الثالث هناك مشعل عبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي، وفي المركز الرابع اللي وصل هو المناور حميد بن علي بن حمد بن علي بالخيار الشامسي. وخامس المراكز اللي وصل في هذه اللحظات بنقو شاهين مبارك بن سهيل بن مبارك الاجتبي، وفي المركز السادس ايضا حاضر سادس المراكز مريف خليفه بن عبد الله بن ياعد الحميري، وسابع المراكز الفارس محمد بن سالم بن محمد بالهلي، والمركز الثامن ايضا حاضر شعار ايضا الاغفري عبد الله بن محمد بن عبيد الاغفري، وتاسع المراكز اللي وصل في هذه اللحظات هاملول سالم بن سعيد بن علي بن سعيد الاجتبي، وفي المركز العاشر سلام يا مشقي سالم بن محمد بن سالم بن واس الاجتبي. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا، حضورنا الكريم. الكل صامد مع هذه الانطلاقات، الكل حاضر مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة في أرضية هذا الميدان حبشان. وشعار 2019 شعار المفاجآت، شعار الإبداع، شعار الانتصار حقيقة في هذا الموسم اللي قبلناه بالمرعب بالمرعب. يلا سالم بن حميد الشاعر العليلي من أربع المرعب في هذا العام، النقلة على الأسد منصور بن سالم بن علي بن محمد البلوشي، وفي المركز الثالث هناك مريف خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، وفي المركز الرابع ملقاف يأتي في رابع المراكز عبد الله بن محمد بن عبيد الغفلي، وفي المركز الخامس أيضا هناك مشعل عبد الله بن علي بن حميد رز الشامسي. ولكن بذهب إلى الصدارة، بذهب إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، إلى الناموس، إلى الانتصار. ما شاء الله يا حبشان، سالم بن حميد الشاعر العليلي المبدع ما شاء الله في هذا الموسم. هناك ملقاف على ثاني المراكز عبد الله بن محمد بن عبيد الأغفري، ثالث المراكز شاهين ولا مشعل عبد الله بن علي بن حميد الرز الشامسي، المركز الرابع هناك من الجانب الثاني سلم ريف خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، وخامس المراكز ايضا مناور عبد الحميد بن علي بن حمد بن علي بالخيار الشامسي. واللحظات الاخيره، اللحظات الجميله، اللحظات المميزه هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المبدع على ارضيه هذا الميدان. 400 متر 400 متر اخيره اللي تفصلنا عن خط النهايه، ال 400 التي تفصلنا عن هذه الاجواء الجميلة، هذه الأجواء المميزة ما شاء الله. شوف الجماهير، شوف الجماهير يا راعي ملقاف ما شاء الله على المركز الأول لعبد الله بن محمد بن عبيد الأغفلي. يا سلام صاحب الأسامي الجميلة، صاحب الأسامي المميز، يذكرني بديور أيضا حاضر شعاره، حاضر شعاره في كل عام، شعار الياش، شعار الأسامي الجميلة. سلام عبد الله بن محمد بن عبيد الأغفلي على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني هناك للشعار بالخيار، المركز الثالث خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، المركز الرابع أيها الأخوة للسيد حسين بن علي الهاشمي، وخامسا حبشان هناك سالم بن حميد الشاعر العلي. أربع دقائق توقيت الزمن، 33 ثانية 34 جزء من الثانية. هنينا والناموس.